كاين لعبات اللي كبار كيوقعوا في هاد الشيء ديال الصالونات المغربيه، فهمتوا الاخوان؟ يعني هنا تزاد 2 متر، هنا واحد الميطها 3 متر، وبين يجي منا عاوتاني كيحشي لك ميط لهيه. هذا ملكي من ارخص الذهب الملكي، هذا يعني ماشي توصل دوش زكزل، هذه الطرق ديال تافوغات. حنا في بركه مدينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في قناه ديال الخشب. ان شاء الله هما كما كتشوفوا هذا الصالون بوجه بواحد اللون ذهبي عاد جديد، يعني مازال ما خدمتش به. اي هو الفرق بينه وبين هذاك الملكي اللي كنت درته في الاخير؟ هو هذا فيه الميطال، يعني زايد عليه شويه في الميطال، ماشي شي حاجه ولكن تقريبا كيف كيف. انما ان شاء الله كما نوعدكم انني ان شاء الله، لان كنت ديجا شتي تعاليق ان على الذهبي الملكي والانواع ديالو، ان شاء الله غادي نحل الكواطه ديالهم وغادي نجبد لكم يعني الملكي الاصيل، يعني كي داير ومن كيشبه. يعني غادي نحاول ايه هو ما تنساوش الدعم ديالكم، يعني انا بالدعم ديالكم اللي كنقدر نعطيه المفيد ونعطيه يعني بالزايد ان شاء الله. الاخوان هاهما ندير لكم دوره، هذا الطبله ديالو مازال ما كاملاش، هي ولي صندرين ان شاء الله يكملوا بوحدهم. حنا المشكل اللي وقع لنا هاد الايامات هذا هو المشكل اللي وقع لنا، يعني حاجه كامله حاجه ما كاملاش. هاد الصالون اصلا ماشي انا اللي خدمته، يعني ماشي انا اللي تكلفت به، تكلف به واحد النجار اخر، وانا دوك بحال هذا سبقته. كان عندي واحد الخوة لان انا اللي كانوا يخدموا لي شي كمل لي حاجه ما كملها ليش، وكنت خاوي وفوت على هاد الصالون هذا فوتو، فهمتوا؟ وراني صورت لكم ودرت عليه هذا الذهبي. ها انتم باش ندير لكم النظره، انا الثمانات يمكن هذه تخدمت ب 900 درهم على ما اظن، تخدمت هاد التكاب 900 درهم، هذيك شي 500 درهم، هذيك الطابليطه بها بالزاجه ديالها والصباغه، يمكن هذيك شي 1400 درهم ولا 1300 درهم الفرماجا كومبلي، التكايه كما قلت لكم 900 درهم، فهمتوا؟ وهادو تخدموا هو طلب له شي 550 درهم وزاد له يمكن شي 50 درهم، يعني بحال اللي هادو راه تخدموا شي 600 درهم. هاد الوجوهه ولكن فيهم شي 21 ولا 22 هنا، وجه كبير ولكن الاتقان في الصباغه ها انتم تشوفوا، يعني شي حاجه واعره زاجه، فهمتوا الاخوان؟ يعني دائما نجيبوا لكم ميل واعر. ها انتم السيد ديال التكايه هو تبعلو على حساب الموديل اللي عطاه، لان حنا دائما كنتبعوا الموديل، لان كاين بعض الموديلات اللي كيكونوا هما يبانوا موديل زين ولكن ما كيكونوش موديل يعني بلاصتو، راه كيكون فيهم لي فويت. ها انتم الذهبي هذا ملكي من ارخص الذهبي الملكي، هذا يعني ماشي رخيص كاع ولكن كما كتشوفوا في التصويره هكذا كيبان ذهبي ملكي بداك الشيء الرفيع، راه ماشي يعني شي حاجه ديال التاج، فهمتوا؟ هذوك القبارات كانوا جابوهم لي التالي عاد باش سبقتهم في التالي. الاخوان بغيت نبين لكم العبار كيفاش غادي تاخذ العبار ديالك. شوف اسهل طريقه، ما كتفهمش كاع في العبار، ما كتفهمش كاع في العبار، هز العبار ديالك من الفصاد. بحال مثلا انا هاد الصالون بغيت نهز له العبار، لان شوف نهضروا واقعيا، النجار دائما كيبغي ياخذ لك العبار، ياخذ لك منا، ياخذ لك منا العبار من الداخل، لا العبار كيتاخذ من برا. علاش بي كيمشي عند مؤسس الصباغه؟ حنايا كنحسبوا لهم من برا، وعلاش مول الدار كيحسبوا لهم من برا؟ هنا كاين الاشكال، فهمتوا؟ هنا كاين الدغل. بحال مثلا هذا بغيت نهز له العبار، التكايه هادي تفاهم معاه، شحال تخدم لي هادي وهادي كومبلي هاد التكايه، شحال تحسب هاد، فهمتوا؟ بحال مثلا هنا الفاصاد نقولوا مثلا هذا فيه 2 متر منا حتى لهنا شحال يتحسبوا لي؟ مثلا قال لك 600 درهم ولا 500 درهم، صافي حسب له داك الميتراج، فهمتوا؟ هادي كتحسب هادي وحدها وهادي وحدها، انا كنجمعها لكم 1400، يعني هادي وهادي، هذيك 800 درهم، هادي كتريك ديك 550 درهم، فهمتوا الاخوان؟ يعني هادو كيكونوا يعني بجوج بهم كيتمشى، هذا كيتمشى ميت وحده كتخلص له الثمن ديال العبار. هادو كما قلت لكم، وهنا كتجي تهز بالعبار منا، انا نعطيك مثال، الا هزينا العبار منا حتى ليه، انا نعطيك هذا فيه 2 متر، هذا فيه 2 متر 4 متر، ولكن الا هزينا من الداريار واش غادي تولي؟ غادي تزاد عليك الميط ديال هذا، يعني تبقى ميط تولي لك منا 5 متر، بدل 4 متر تولي لك 5 متر، وهنايا عاوتاني هنا اللي كاينه المشكله الكبيره، بدل باش تخلص ميط غادي تولي تخلص 3 متر، يعني واحد ويعزل لك هذاك في العبار هذاك العبار، وتولي من الفوق هذا يحسبوا لك، يقول لك هذا الفرماجه بوحدو كيتحسب، وانت ديجا راك مخلص هذا ومخلص هذا ومخلص هذا، يعني كيكون زايد هنا ميط، ها هو تزاد لك بهذه الجهه هذه تزاد لك ميط، وهنا شحال يتزاد لك؟ ها ميط وها الميط، ها 2 ميط، ها هي تزادت، يعني هنا تزادت 2 ميط، هنا واحد الميط ها 3 ميط، وبين يجي منا عاوتاني كيحشي لك ميط لهي، ها 4 ميط، يعني شحال تزادت في هذا الصالون؟ 4 ميط، وفين عاوتاني الكبيرة المشكلة الكبيرة؟ هاد 70 اللي كتشوفوها هنايا، وهاد 70 عاوتاني كيزيدها لك، شحال كتولي؟ 140، يعني فين كيولي لك العبار ديال الصالون؟ كيولي لك يعني تزادت عليك 4 ميط، ميط زوج والواحد، 4، 5 ميط
40 اللي كتزاد هذيك ايوا ضرب 540 وضربها في 600 درهم شحال تعطيك صالون اخر وغادي نحسبوه حنا هو نورمال. ها انت 1 2 3 4 5 6 7 هنا 7 ولا زاد عليك 500 صرا بحال اللي دوبلا عليك بحال اللي دوبلا. يعني الا قال لك مثلا 450 وغادي يمشي بحال مثلا هذا ال 21. يعني كاين شي لعبات اللي كبار كيوقعوا في هاد الشيء ديال الصالونات المغربيه فهمتوا الاخوان. هذه هي اللي كنحدو وماشي اي في الخشب ماشي اي في الخشب كتوقع حتى في البونج وكتوقع حتى في الكتان كتوقع هاد القضيه هاد. وهذا راه كيتسكن حرام يعني اللي اللي ما كيفسرش معاك يعني يجيك بالوضوح يقول لك اخويا انا هذاك انا هاكي كنحسب لك المتراج صافي. الا كيحسب هذاك المتراج حتى لقنتو مني حسبت لقنت صافي وتفاهم معايا انت بدل باش يتخدمني ب 600 درهم غادي يتخدمني غير ب 400 درهم نتفاهم معاك ب 400 درهم وصافي وحسب داك الحساب ديالك ولكن يتخدمني بحال هاد الخدمه. ها انتم يعني هاد الخدمه بالضبط الاخوان. المهم كما كتشوفوا القناه ديالي نعلمكم الطريقه ديال الصباغه لي برودوي يعني هاد الذهبي ها اللي ينقام عليك رخيص ها اللي ينقام عليك غالي يعني المنتوجات اللي كتغير اي حاجه تلقاها في القناه ديالي. هو وشنو كنستنى منكم انا اللي كنقدم نستنى الدعم ديالكم اللي جا من التعاليق ان شاء الله تلقاو الجد. كما وعدتكم طلعوا لي الفيديو غادي نعطيكم معلومات مهمه الصباغه الذهبيه والانواع ديالها والملكي والانواع ديالو وكيفاش يتفرق ما بين هذا وهذا وشكون اللي صعيب شكون اللي كيستهلك في الصباغه بزاف شكون اللي ما كيستهلكش الطريقه كيفاش كتصبغ اي حاجه تلقاوها عندي من قناه ديانات الاخشاب احمد. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان المحل ديالي راه كاين في هذيك الجهه منا هذا اللي منايا اللي مقرب للشجره هذاك هو المحل ديالي. اما اللي حداه هذاك ماشي حنا خاطينا به فهمتوا الاخوان. المهم هاي انا جايين في طريق ها هو ملي كتوصل دوش زكزل هذه الطريق ديال تافوغات حنا في بركان مدينه بركان هذه الطريق تافوغات اون فاس دوش زكزل كتجي هنايا ها هيك البلاصه ديالي بالضبط فهمتوا الاخوان. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.